السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء متابعين قناة أرباح من الإنترنت. أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة، برجاء الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة معانا مجموعة بسيطة من الدروب، مش هنكتر النهاردة، هنعمل بس مع المجموعة الجديدة شوية مراجعات كده لكام دروب مهم. هنبتدي بالدروبات الجديدة. أول حاجة معانا عملة بي دي إكس. الدروب بتاعها عبارة عن فورم فيه يعتبر مهمتين. أول مهمة بتعمل له فولو على تويتر، اول بوست تعمل له لايك وريتويت، وهنا تحط يوزر التويتر الخاص بيك. بعد كده هنعمل هنا انضمام لجروب تليجرام اول وتاني، هنا بنحط اليوزر بتاع صاحب الاحاله، هنا تحط محفظه السر الموبايل بتاعتك، هنا ايميلك، هنا الدوله، وتدوس سبميت في الاخر. اخر ميعاد للتسجيل فاضل عليه يومين، يعني الدروب هيخلص يوم 12. النهارده يعتبر النهارده 10، هنقول فاضل يومين، والعمله نفسها هتوزع الرصيد بعناهم 15، يعني 5 أيام يوصلك الرصيد. الايردروب اللي بعده قلنا شرحناه قبل كده، عملة بي سي سي تذكير بس ليها. الفورم ده عبارة عن مهمتين، أول مهمة انضمام لجروب تليجرام، وبتحط اليوزر بتاعك هنا، وهنا تويتر تحط اليوزر، وهنا برضو يوزر صاحب الإحالة، هنا محفظة الإثيريوم والموالد الخاصة بيك، هنا محفظة الإثيريوم الخاصة بصاحب الإحالة. تمام، نيجي هنا هسيب لكم، هتلاقيني سايب لكم الرابطين، رابط التويتر الخاص بالمهمة والرابط الخاص بالتليجرام بتاعها. تمام، نخش بعد كده على الايردروب اللي بعده. ده كنت شرحته من فترة، كان خاص بعملة اسمها تو لوكال ايردروب. العملة دي مهمة ولها محفظة خاصة بيها غير محفظة الاثيريوم مولت. هنشرح المحفظة بتاعتها. نبتدي بس بالاول المحفظة. المحفظة عبارة عن ويب، هي مش محتاجة تنزل لها برنامج، هتسجل فيها زي كأنك بتسجل في موقع، ايميل وباسورد وهكذا، وده بيبقى شكل المحفظة بتاعتهم من داخل، ده اللي بتنسخه وبتستعمله في الايردروب بنفسه. نرجع للايردروب. اول مهم مطلوب مننا تعمل له فولو على الفيس، فولو على تويتر، ينزل تحت كده، اول بوست ريتويت ريتويت. اهم حاجة بس بالنسبة لتويتر، اول 3 بوستات تعمل لهم لايك وريتويت بدون كومنت، عشان هو مش طالب هنا كومنت. بعد كده فولو على لينكد ان، واول 3 بوستات برضو اعمل لهم لايك وشير. بعد كده انضم لجروب تليجرام اول وتاني. بعد كده ده حاجه اسمها السبيرت شيت، ده بتستعمله بعد ما بتخلص اردروب، يعني افتحه وسيبه، ولما تخلص اردروب تعمل سبمنت ليه، هترجع تاني ليه عشان ده هتجيب منه الرقم بتاع الحاله بتاعك. هوضح النقطه دي دلوقتي. نبدا يعني اردروب هناخد منه 40 دولار، وعن كل احاله 5 دولار. الاردروب بفضل عليه 15 يوم ويخلص، يخلص يوم 25. تمام، ننزل هنا نشوف بقى الاسباب بتاعتنا. هنا نحط لينك البروفايل الفيس، لينك بروفايل تويتر، لينك بروفايل لينكد ان. بعد كده المحفظة بتاعتنا بتاعت العملة نفسها، ودي هنجيبها من هنا اهو، زي ما قلنا هنسجل وناخد المحفظة كوبي ونرجع نحطها هنا بست. هنا سبريشيت بتاعنا ده هيبقى صاحب الاحالة، يعني انا هسيب لكم الكود بتاعي، هتجيب وتحط الكود، استاذنكم تحط هنا اهو. تمام، انت خلاص خلصت، حطيت الكود مثلا الخاص بيا انا ودوس سبمنت. دلوقتي انت عاوز تروج لرابط الاحاله بتاعك، رابط الاحاله اللي هو الكود بتاعك، هتيجي هنا انت خلاص خلصت، دوس سبمنت في الفورم نفسه، هتيجي تدور على الرقم بتاعك جوه الفورم ده نفسه. هنيجي هنا هتعلم مثلا على الخانه دي، على خانه بي في شريط الاكسل، هندوس فايند. انا مثلا اليوزر بتاعي بتاع الفيس مثلا في كلمه ماكس، هدوس كده. تمام، هو ده اليوزر بتاعي، يبقى الرقم بتاعي هنا على الشمال 693، ده اللي انا هروج بيه مع الناس بحيث ان هم يحطوه في اخر خانة في الفورم. تمام، خش على الايردروب اللي بعده. ده برضو تأكيد للناس عليه اهميته. الايردروب ده اول خطوة فيه بتشترط ان انت تسجل في منصة اسمها بترو، منصة صادقة وفيها ارباح كويسة ومحترمة، يبقى اول جزئية لازم يكون مسجلين في المنصة نفسها. نيجي بعد كده للفورم نفسه او الايردروب. الايردروب ده عبارة عن بوت تليجرام بيفتح معاك الشكل التالي. اول ما يطلب منك، هيطلب منك الكابتشا، تشوف الصورة الشبيهة للصورة دي، يبقى دي تمام، هدوس له اوك عليها خلاص. بعد كده نبتدي في المهام بتاعتنا. اول مهمة طالب منك تعمل له فولو على تويتر للصفحة بتاعتهم. بعد كده البوست ده هتعمل لايك وريتويت، والريتويت هيكون معاك كومنت، ودي اختيارية، اهم حاجة بس تعمل فولو، دي الاجبارية.
بعد كده هتعمل له ريجستر، هتسجل في موقع بترو، هبقى سيب لك الايه لينك تسجل فيها. بعد كده هتأكد الايميل بتاعك اللي انت مسجل بيه، بعد كده تحط له محفظة عملة بي تي تي. بتخش على المنصة بتدور على عملة اسمها بي تي تي وتحط الوايل بتاعتها، تمام. خلاص كده يعتبر الدروب خلص، خلص انت الكلام ده كله. انت طبعا كل مهمة بتدوس هنا ويديك هو التاسك بتاعها وتديله ايه المهمة المطلوبة منك. يعني مثلا لو دوست على فولو كذا ان تويتر او الواحد اهي وحطيت له اليوزر بتاعها، بعد كده بدوس نيكست ستيب، هو بيديك الاختيار ايه نيكست ستيب على طول. طلب مني اعمل بوست فولو، بالنسبة للبوست ده لايك وريتويت، والريتويت هيكون مع كومنت، واحط له لينك ريتويت هنا اهو. بعد كده نيكست ستيب هيطلب منك الايميل اللي انت سجلت بيه في المنصة بتاعتهم، هتحط الايميل نفس القصة نيكست ستيب، هتجيبها رقم محفظة عملة بي تي تي، هتجيبها من المنصة، ترجع للمنصة وتخش على الحساب بتاعك وبتدخل اسم العملة بي تي تي وبتجيب ايه عنوان المحفظة. نخش على الدروب اللي بتاعه اللي بعده خاص بعملة اسمها ايم بي تي سي، العملة موجودة في كذا منصة، حتى هو يدينا منها كميات مش كبيرة بس هي سعرها معقول. الدروب بيدينا حوالي 200,000 ساتوشي من العملة، تمام، وبيدينا على كل حالة ومش موضح بالظبط. هو على العموم 200,000 ساتوشي دولت بيساوي $20، مش تبقى عارفين سعر العملة دي عالي جدا يعني. اللي بيديك على كل حالة او موضح هنا 40,000 ساتوشي يعني $4. نلحق نستغل الايردروب، الايردروب سهل مفيهوش مهام كتيرة. مبدئيا ده العقد الذكي بتاع العملة، ودي المنصة بتاعت العملة نفسها اللي حابب تطلع عليها، ومعلومات عن العملة جاية كافية. اول الايردروب ما بيفتح معاك وبيطلب منك مهمتين، انضمام لجروب تليجرام اول وتاني، وبعد كده بيطلب ايميلك ويوزر التليجرام انت انضميت بيه، وبعد كده محفظة اسر ومولد عشان يوصل لك بيها رصيد. خلصت الكلام ده بتلاقي حاطط لك رصيدك هنا، حابب تجيب رابط الاحاله بتدوس على كلمه ريفيل لينك وهكذا وتروج رابط الاحاله. اضرب اللي بعده، ده خاص بعمله اسمها هابتكس. الدروب ده يعتبر فيه يعتبر مهمتين في المجمل، ثلاثة انضمام لجروب تليجرام، واحد اتنين تلاتة جروب تليجرام. بعد كده تعمل له فولو هنا على تويتر. قبل كده هو بنبص على الكباش عشان نركز فيه، هو بيقول لك اي ام هيومن، بدوس له اي ام هيومن. بعد كده بيقول لك اختار لي رقم مثلا، هو بيكتب لك الرقم هنا وبيقول لك اختاره لي من ايه من الارقام دي، بدوس له مثلا 9 اذا انا ما اخترت هيعدي معاك ويطلب منك ايه انت تنفذ المهام. اول 3 مهام جروب تليجرام، بعد كده فرغ على تويتر. هتقول له ضن، هيطلب منك اول حاجه يوزر بتاعك بتاع تويتر، وبعد كده تدوس له كلمه نيكست، يعني اكتب اليوزر الاول وبعد كده تدوس كلمه نيكست، تمام. بعد كده هحط له المحفظه وتدوس له كلمه نيكست كده، خلاص يعتبر اير دروب خلص. خلاص الاير دروب اللي بعده بيدينا في مقابل كده 10 قطع من عمله هيدكس، وعن كل حاله مش موضح بالظبط قد ايه، بس هنقول مثلا على الاقل مش تبقى اقل من قطعتين يعني. خش على الاير دروب اللي بعده، ده برضه انا بعيده لاهميته، عامله اسمها اتوم، نعمل لها عقد وموثقه. الدروب يفتح معانا بالشكل ده، هتلاقي كلمة ستارت فاتحة معاك، وبعد كده هتلاقي تحت هنا كلمة بيجن هتدوس عليها عشان يبتدي معاك المهام. أول مهمتين انضمام لجروب تيجرام أول وتاني، ضيف فيهم 3,000 قطعة، هنا 1500 1500. بعد كده فولو على تويتر وضيف 1500 تانيين، يبقى كده ايه 4,500، تمام. خلصنا، ناخد بقى بالنا من النقطة دي، احنا عملنا المهام، في أمرين هندخلهم مش هنجيبهم اختيارات هنا، احنا بنجيبهم مانيوال، كلمة داتا وكلمة ارث. أول واحدة أنت ممكن تبتدي مثلا بارث، دي هتدخل عن طريق المحفظة، دوس هنا على كلمة ارث هتدخل المحفظة، كل المطلوب منك أنت بتدخل محفظتك. بعد كده تدوس على مثلا كلمة داتا، هيطلب منك تأكيد المهام بقى، هيطلب منك اليوزر بتاع تويتر، لينك الريتويت اللي أنت عملتها، بيبقى طالب منك أول بوست تعمل لايك وريتويت وتحط له لينك الريتويت. بعد كده يوزر التليجرام اللي أنت مسجل بيه هنا، لو دوست له على أمر اللي هو ارث 20 واللي هو محفظة أسرة وموالد هتدخل له رقم محفظة. الامر بتدوس عليها زي ما قلنا من هنا، بتدوس عليها كليك وهنا كليك ويبتدي تدخل بياناتك، تمام. كده يعتبر الدروب خلص. رابط الاحاله بتجيبه عادي مفيش اي مشكله، هدوس على كلمه باك، لا مش كده تمام، لا هو بيجيبه لك اول ما بيخلص، بتلاقي بعد اول ما بتدوس انت بالانس هي بتجيب لك، دوس كلمه بالانس بيظهر لك رابط الاحاله بتاعتك وبتاخد له تروج له عادي مفيش اي مشكله. هو بيديك على كل احاله 500 قطعه غير الايه الـ4,500 اللي انت بتاخدهم من المهام نفسها. خش بعد كده على الدروب اللي بعده، ده يعتبر بونص. المنصه دي عامله اسمها، المنصه نفسها اسمها سمارت كريبتو نوت،
بتدينا بما عدا $80 قبل انت تسجل، بس اهم حاجة انت تفعل وثائق. تمام، نخش بعد كده على اللي بعده نفس القصة. المنصة دي هتدي بونص في ما يعادل $40. اهم خطوة فيها انت تخش هتسجل، بعد التسجيل والتفعيل طبعا عن طريق الميل او الموبايل، هتخش على كلمة اكونت، هتلاقي هنا كلمة ريل نيم فيكريشن، هندوس عليها. هتبتدي تدخل بياناتنا، هنا اختار الدولة، هنا هتشوف هتفعل بايه، ببطاقة ولا باسبور، وبعد كده سير نيم اللي هو الاسم الاخير، نيم اللي هو الاسم الاول، بعد كده بتدخل رقم بطاقتك او رقم باسبور ايا كان، بعد كده بترفع صورة للبطاقة وش، صورة للبطاقة ظهر، صورة سيلفي مع البطاقة فيها اسم المنصة مع تاريخ اليوم اللي ترفع في الصورة. اللي بعده نفس القصة، بس ده الميزة فيه ان هو بيظهر لك العملة اي وقتي، اللي هي عملة اسمها XLP. مجرد تسجيلك بتاخد 1000 قطعة من العملة، وعن كل حالة بيديك 500 قطعة. يعني انا هو وصلني 500 قطعة، ده من شخص واحد سجل عن طريقي، و1000 قطعة من انا سجلت في المنصة. تمام، طبعا اهم خطوة عشان تقدر الرصيد كده كده هيبقى معاك، حتى سواء انت سجلت او الناس اللي سجلت معاك هيبقى رصيدك ظاهر وكل حاجة، بس عشان تقدر تبعت الرصيد او تبيعه لازم تفعل وثائق. تمام، اللي بعده ده بونص. كلنا عارفين برنامج ترو كولر، ترو كولر هو برنامج اللي بيظهر اسم الشخص اللي بيتصل عليك وهكذا. هم عاملين مسابقة بونتي كده للناس اللي هتسجل، كل اللي عليك هتسجل بدخل بياناتك عادي مفيش اي مشكلة، بيبقى اول صفحة هجيب لك فيها هو اسمك وايميلك وهكذا. بعد كده بيديك مهمتين، واحدة فولو على انستجرام وواحدة تويتر على تويتر، وتروج رابط الحالة بتاعك انت وحظك. ده ما يعتبرش اير دروب، ده يعتبر انت وحظك، هتجمع نقاط في الاخر بيعملوا راندوم كده على الناس اللي هتكسب، وبيوزعوا موبايل هونر 9X. تمام، يبقى كل واحد ونصيبه في الموضوع، هو سهل يعتبر ما فيهوش مهام يعني. اللي بعده ده موقع كنت شرحته قبل كده، لو موقع كوكر العملة دي موجودة بالفعل. القصة نفسها في الموقع، انت بتسجل عادي زي اكنك بتسجل في موقع عادي. ثاني خطوة اهم او اهم خطوة، بس انت تخش بعد كده كلمة ATH Wallet، هتحط محفظتك عشان تحفظها بحيث ان الرصيد يوصلك عليها. بعد كده تيجي على كلمة Airdrop Balance، لا مش هنا برضو، فين Airdrop، Airdrop بفوق، تيجي على كلمة Airdrop تقول له جيت فري، هتلاقي هنا مهام كتير، ايردروبات بتديك مهام كذا ايردروب، يعني هو يعتبر شغال على ايردروبات تانية بالشراكة معاه، بتسجل فيهم وبتاخد عليهم رصيد من عملة كوكر. تمام، ده كده يعتبر كان اخر حاجة معانا. اتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.